مرحبا بكم مشاهدينا واهلا بكم في سابعه افلام اللي تجيكم على سابعه تي في اول قناه الكترونيه في الجزائر. كما عودناكم دائما مع كهينة وانايا في سبت الحد اثنين وثلاثه ولا اربعه. اليوم معايا زميلتي كهينة ككل عاده. مرحبا بك. مرحبا بك سهيله ومرحبا بالضيوف تاعنا ومرحبا بالمشاهدين ديالنا ومبروك علينا بيان سيغ. بيان سيغ بيان سيغ رانا فرحانين بالمنتخب الوطني اللي شرفنا فغيمون ورانا اون فينال. وي اللي كنا زعما اون فينال. جزائر يا ما جزائر يا ما جزائر يا ما باجيري جزائر يعطيكم الصحة جزائر يا ما جزائر يا ما باجيري. معنا السيد الرايس. نشكرك الاخت سهيله في هذا في 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 الضيافه. الله يسلمك. ونشكر الاخت كهينة والاخ والارتيست تاعنا سمير سامي عفوا ونشام خويا الياس. أيوة نشكر كاع الجماعه ولا نشكروه سيدي جابك مع جابك يا ودي نشكركم كاع نربحوهم كاع ونشكروهم كاع وان شاء الله ونشكر المشاهد اللي شاهد فينا والمشاهده. كهينة كهينة راهو عرفنا راهو قدم كاع الضيوف بلا ما قدمناهم حنايا. دونك معنا سيد الرئيس ومعنا ثاني الياس ناجم مرحبا بك ممثل وكوميدي. الله يحفظك نشكركم على الاستضافه هذه يا صافي بليزير ان شاء الله نفوت وقت شباب معاكم. الله يسلمك. الياس البارح كي عيط له قلت له الياس ان شاء الله قلت له قبل الماتش قبل الماتش قلت له ان شاء الله نربحوا عليك والحمد لله رانا ربحنا عليه. الحمد لله يا ربي. بلا ننسى ثاني سامي. مرحبا بك سامي. مرحبا بيا مرحبا بالانفيتاسيون هذه مرحبا بالانفيتاسيون هذه ونشكر الياس والرئيس سهيلة وكاهينة. الله يسلمك. دونك مشاهدينا ما نقدروش ما نهضروش على ليكيب ناسيونال اللي داروا حاله حاله حاله. نقول لهم خمسه في عينين حساد فوالا بيان سيغ رانا الله يبارك. والبارح تكاليفينا لا فينال الفرحه والله كانت فرحه كانت فرحه عارمه كما نقولوا. الحمد لله نقول لهم الشكر وكاع ليكيب ناسيونال نشكروا الجمال بالماضي نشكروا كاع الفريق التقني نشكروا كاع ليكيب ناسيونال اون جينيرال كو فرحونا وي سورتو كو داير هاد اليامات راهي تعيش اوضاع يعني شويه واعره. دونك البارح فرحونا بكاونا ضحكونا الحمد لله يا ربي يعني كا الضحك فرحه تخلطت وبرافو برافو برافو وي برافو شابو فوالا. دونك هذا هو لو سوجي تاعنا تاع اليوم دونك سي اوتر سوجي تاع اليوم. وانا البارح قلت لياس خويا قلت له ان شاء الله غادي نجيبوا 3-1 عاود درنا التحاليل عاود قال لي هو قال لي لا قال لي غادي نجيبوا 2-1 وجبنا 2-1 برافو الياس. لا 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 باش الى الباسي قبل ما تلعب قبل ما تلعب الجزائر طرح درنا سونداج زعما كل واحد شحال يقول اي باسي الى قالت نربحوا 2-1 انا باسكو توجور لو ديريكتور تكنيك ناسي منين حيا بالمناسبه توجور يجيبها صحيحه. البارح قال لي سهيله دوا 0 قلت له لا لا ناس لا بروميير فوا نجيبها نكذب عليكم قلت له لا لا ناس 2-1 قلت لهم السلام عليكم انا اخطات فيها وي بصح انا جبتها في لا فينال سي با لا ميم شوز. لا لا انا جبتها في تنزانيا الحمد لله. وفي قلبه صغير وحار على البلاد والله العظيم جوستومون شفنا
شفنا صغار شفنا انا بك اخويا اخويا الصغير يعني بيرسونالمون يبدا يبكي 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 ما يقدرش ما ربحنا بدا يبكي ما قدرش ممكن ما قلت صغار كبار عجايز البارح كنا بكي انا شغل نتشوكا من ندير حتى رياكسيون كيف ما نبقى هكا ما تعملش انا الماتش اللي كنت خايف فينا كوفر هذاك انا شو حسيت هذيك كنت خايف تاع كوت ديفوار انا انا البارح شفتو الاس والو البارح ماركينا بلي كان لعب شغل تري كالم لا 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 البارح كنت لاربيت لاربيت شويه وي مي شغل تاع كوت ديفوار ايزيتي ان بو شغل اغريسيف شويه انا ما شفتش كوت ديفوار كانوا لي دو نقدروا نقولوا بلي لي دو زيكيب مدولي عليهم مي حنايا كانت عندنا هذيك الروح القتاليه روح تاع بلي نطلعوا اوفيسيال ايوه الاربيت انا اللي كرزني لا اسمع لا لاربيت لاربيت لا لا ما قاساش قالوا لا بلديسا واحد خايف من واحد شكون شاف الماتش تاع تونس البارح قاسا في يدو ما دالوش بيناتي وحنا ايوا شفتي انا دانا بيناتي لا لا حكينا انت على لاربيت اسك شفتوا باللي كان حقرنا شويه ولا لا لاربيت معاه هو شاف راه مال شويه لبني عمه وي صح صح خاطر علاش لاربيت سي لاربيت هو الحاكم ما قاعش يلعب مع نتاعنا ولا يخدم جيجيكت ولا ما جيراش ما جيراش ما جيراش ما جيراش بيان مال مال بزاف مال مال وصاوه وصاوه بعد احكي لي شحال دعيت على شحال دعيت على احكي لي والله غير قلبتها سو البارح انا موالف ماشي مكريزي شفناه في ستيفن زعما قلت كان شديت شديت مباك غير بدا يمد في الصفوره وبدا يخرب بعد دو كارتون جون في دقيقه واحده في البينارتي خسرته في البينارتي خسرته لا لا ميم سي كاين بزاف بزاف لقطات كان كيما نقولوا كان غايب كاع على المباراه كيما بالليلي كيما بالليلي كما كان يشدو وي لي زاجيريان ما كانش يراطيهم باغ كونتخ لي زوتر لاربيت كان موصيم عند اللي ماهمش حابين ندو لاكوب وما نسموهمش حنا كان موصي وباينين وندوها وما عندهم وندوها حنا نقول لهم انا اون فينال وان شاء الله بربي ندو حبينا ولا ما حبينا تعالوا 40 ان شاء الله باذن الله لاكوب تاعنا تاع لاكوب دافريك باذن الله انا اللي غادي نجيبها من مصر اسمع شي جمال بالماضي ان شاء الله انا غادي نجيبها جمال يعطيها لك ليك يعطيها لي ليا الهضره سبيكر وي امبارح فيديو قدامنا قالوا ان شاء الله نجيبوا لاكوب دي موند تبقى تعرف زعما يجيبوا لكم دافريك ومن بعد يجيبوا لكم كوب ديمون عندهم الحق بالك وعلاش لا كاين دو لاكوب دافريك بالك ندو لكم ديمون اربع سنين صح صح قال لك اللي يتمنى خير من اللي يستنى خير من اللي قولوا لنا انتم كيفاش عشتوا هذه الاجواء بون مالفين بون بكري كي كنا نشوفوا نشوفوا بلي الماتش نشوفوا غير في الديور دوكا ولات هذه لا نوفيل توندونس نشوفوا في لي كافي في لي كافيت نشوفوا في الستاد في الستاد بداتا شويه واش شفتوا انتم احنا البارح كنا في 7 7 7 تايم 7 تايم القديم ماشي لافيلا ماشي في داري ابراهيم هو فوالا طلع شفناه تما والله غير كنا كنا انفيتي بارتو مام في اللي دار اوريدو في سان جوي منه ومن ديسيدينا لا دانيير مينيت باش نشوفوه تما كيفاش كنتوا قعدت مع من كنتوا كيفاش كنتوا والله غير كنا مع احبابنا كنا مع احبابنا كان رضا سيتي ساز كانوا دي زارتيست هكا باسكو كل واحد وين راح حنا تلاقينا تما والله غير لومبيونس فورس اذا الرايس خربها تما كيفاش كيفاش درتو باسكو كان يقول لك انا ما قدتش نشوف مع الناس باسكو انا بزاف مقلق انا لي برومي طون كاع لي ماتش تاعهم في واغنوني انا ماتش تاع كوت ديفوار شفتو في واغنوني مول ليكرون بصح هاو ليكرون انا موراه ما شفت والو فاهم قاعد غير مع الدراري تما ندور قريب لعبت معاهم في الماناج هذاك اقسم بالله متقلع قوي متقلع لي بيت ما شفتهم كي غاديزا وما شفتهم كنت انا وباراكودا ما باراكودا ما شافوش كيما انا حنا لكم صح في بينارتي جيت نجري الرئيس وشنو احنا النهار اللي لعبت لا كوب كسموها كوديفوار كوديفوار فرصه في قاعدة الحياه عيطت لك قلت يعني في الحياه حشوه ان شاء الله راح يبدا يخدم مع القناه ومن بعد نهضروا عليها هذه انا في الحومه داروا التلفزيون تبي عشت مع اصحابك مع اصحابك كيفاش كنت مع بالك مع لي جوار كيفاش كنت تتفاعل مع الخصم اللي كان معنا لا لا والله ما عجبوني يقول لك لا باسكو قلت اميليورينا قلت فاهم ما كناش كيما كنا من قبل ايوا صوت اميليورينا ولينا نلعبوا انت شغل لي باس كنت على السما سامي واللي يعطيه صحه جمال بالماضي وي وي سورتو واحد يقول الحقيقه لا لا عباكم جمال بالماضي ماشي غير في الكوتي تكنيك لي فريمون مد بزاف مسح ثاني تمد هذيك الروح بين الانيكيب ولا شغل باباهم سي شفتو مع عطال عطال كيفاش يتعامل مع عطال كيفاش يتعامل مع لي زوتر جوغ دونك عطال البصمه ديالو Si t'as remarqué celui-là, genre Jamel Belmadi, à chaque fois, bon, il sort et tout, il n'est jamais énervé.
toujours زعما il essaie de se calmer je veux dire يضرب العقل اللي يعني سي ان غرو مسيو ان غرو مسيو انا بيرسونالمون قال ولا غير كنت نحبك مي كي هضرت معاك ما عجبتنيش باسكو انت متكبر بزاف تكبرت يعني انا حبيت نسقسي انا ياسر الدرايس ولا زعما دوكا بريزيدون تاعنا شحال تبعت من طياره للمصر الله هضره قالنا نبعت 15 20 طياره زعما كان ما يروحوش تاني يروحوا ميلون مكفولاش 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 صح شحال درنا البيي ورا البيي جراتوي الفيزا ما كاش ما كاش الفيزا والباسبور كيفا يا ودي روحوا ركب كارتي دونتيتي ركب ركب انا قلت لك هذا بالماضي نقولوا نرجع بالماضي بالماضي هذا كيما نقولوا الله يعطي الصحة وكاين الناس الذي ذكر الله كيما نقولوا حاسدينا وباغدينا حبوا هما يبانوا وهاد الناس هادو اللي بغاو يبانو تاع مادة هو ما جاش على جال المادة هو جا على جال الإعلام ويخدم ويخدم البلاد بغا يبين الكرة الجزائرية والكرة الجزائرية عمرها ما طيح والحمد لله مازال عندنا رجال ومازال الرجال يبغوا البلاد ويبغوا الكرة وكاين الناس اللي كلاو وشربوا وعطاوها صح سيد الرايس هذه تشفيقة والله غير تشفيقة عليها والله غير كلام صواب صح صح سي فري كاين بزاف اللي حاسدينو كاين بزاف اللي ما يحبوش الخير تاع البلاطوات سورتو هذوك تاع البلاطوات اللي نحيوهم معليش ما لقيت ولاد بلادنا قلنا عليهم كيما قلنا عليهم امين دلاله شويه وي امين دلاله عنده مواسع اليوم اي ما مسكين تاخذ بعمر قال سيدي يخدم بعد يقعدوا في ثلاثه فيهم تشي 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 ما لقيت والله غير ولاد بلادنا بالك يحبوا هكا يهضروا في القلب والله غير تلقاهم يحبوا الجزائر في القلب كاع نحبوا الجزائر ما كاش ما يحبش البلاد ما كاش ما يحبش هاد العلامه ما كاش ما يحبش هاد لي كولا وكل واحد حنا حرين كل واحد يقول رايه كل واحد يقول رايه بصح فين لافان راح نقولوا كاع راي واحد هي نجيب ولا كوب دافريك وجمال بالماضي ولي جوار ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي في ما قلتنا لي جواري تو كيفاش انت البارح اونطونك الجيريان اونطونك نورمال كيفاش شفت اللاعبين كيفاش شفت المردود تاعهم اسك لعبوا بيان شكون اللي ما لعبش بيان شكون اللي لعب بيان شوفي والله غير الاداء كان بطولي انا الماتش من اللي بدا بالك كان الجزائر باش نقول لك بصراحه باسكو بدينا هما خايفين منا راكي معايا ما دخلناش خايفين احنا احنا دخلنا بدينا نديروا لي زاكسيون راقينا ايتو عندنا هما داروا اكسيون واحده اللي جابوا بها البينالتي قاعدين يدوروا كنا غلقين عليهم كي تجي تشوفي ما دخلوش لعندنا غلقنا عليهم التير جا من برا باش ضربت في يد ماندي ما دخلوش غلقين عليهم عندنا حصار مدانا ثاني على مكان كامل صديقي جمال بن عمري انا جمال بن عمري صاحبي نعرفوا كيف دافع النهد كيف نحيوه سخرة الدفاع وحقروه مسكين بالك الناس قاع راهي محرز ومنا ومنا مالكريتو هذوك تاعي نحبوهم عادي ما نوافقش بالعمري ما نساواش نو امام بالعمري سيرتو لي ديرني ماتش اللي دارهم بين ورا بلاصتو سيرتو كو لا ديفونس اللي لعبت بزاف دار ولا شفنا باللي ولات عندنا ديفونس لانه علاش ليكيب ناسيونال ماهيش حاب تحبس عند محرز ولا عند اندي ديدار سيتو تونيكيب ينقص واحد تنقص ليكيب ما يقدروش يعيشوا احنا عندنا 23 جوار كاع يلعبوا من الاخر باش بالطبيب مام الميدسان الميدسان وعنده علامة باش يوجد أنا بكل صراحة لجوار في يومين سيدياس لكل حال أنا راني معاك بصح من جيت محرز ما نكذبش عليك ما قلتش لا لا هو محرز صدقني بي صار علي الرئيس أنا ماشي نحب محرز سوي دي نبغيه محرز الاسم كيفاش يسموه الاسم محرز على نبغي الاسم هذا يعجبني بزاف يا يبغي الاسم تاع تحب الاسم محرز ربي انا حسبتي تحب ومحرز ومحرز كلاعب يعني واش رايك واش رايك فيه فتينا لا نبغيه هو وغيره انا قاعد نبغيهم قاعد نبغيهم قاعد نرجع لهم هم كاع شكون الجوار تاعك بريفيري سي درايز الجوار تاعي انا بكل صراحه ما يعرفوا ولا عندي كيف ما عندي كيف عندي ما عندكش عندي انا عندي محرز محرز زقبيلي زقبيلي ناس الغرب الله الله باش يكون على بالكم باللي محرز سنا سنا سيد الرئيس ما درناش الجهويه سيد الرئيس محرز واش يدير في مصر ويبين هاد العلام
وي بين زايركم وكان بين الجزائر وبين التيوانا سي تان طري بون جوار وانسان متواضع وانسان ولي العائله وما سمحش في الاصول ديالو انا نحبو ونحبو قال لي جوار وان شاء الله نجيبو لا كوب المهم مع الطال كاع 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 علاش تحبو كاع الطال لا لا يعجبني شغل ميخا عطال لي تبليسه البلاندو وبنجح مسكين نجح شغل إلي شغول يلعب مين ما ماركاش قال لك هي ساكنته تاع غزال هذيك مازال غزال علاش قلت لهم البارح في الدار قلت لهم ساكن مسكين بنجح داك اللي سقلو تيكي تاع غزال شوف بنجح مسكين انا واش شفت من البينالتي اللي راطاها البارح دخل شويه لا لا نقول لكم انا رايي في بنجح بيرسونيل لا بنجح شغل ديجا لي ماتش كما قلت انت البينالتي اللي راطها مسكين ماتش كومبلي ويبكي والله غير صافي بليزير قعد له فيق البوق قال لك بلي انا نمد 200% الماتش الجاي دونك يدخل البارح مع نيجيريا ما شغل انت ممكن حاب يماركي شغل تفرفش كامل كان يطلع الغارديان ما قادر يكونسونتري سي تا كان يطلع عشان ما يقطعش الياس وي كان غير راطه بزاف لي شونس يا مدموزيل قولي جا خاصة يمشي يرقي علاه هو باش يقلع عليك ستريس دير له الملح دير له الملح ما كاش مشكل واش تقدر تقول له واش توصي انت هذوك قولي جا نقول لك روح توزن وزن كبير وقدم الكتاب هاي الكاميرا تاعك هاي الكاميرا تاعك هضر معاك اسي قولي جا اش تنقول لك يا حبيبي روح رقي روح اقوم روح اقوم تريح ان شاء الله وغادي يجيب لهم دو بوا وين راح يرقي وين قول له ما كي بنجح في الماتش الجاي لا ان شاء الله يرقي ان شاء الله بالماضي هو يرقي له ما كاين مشكل قال لك بالماضي يرقي له يا عم قال لك بالماضي هو اللي يرقي له هو يرقي له ولا البروبليم صح الدرايس تما رقيا غير هكا فيما بيناتنا بيناتنا حنا في حنا حنا في حنا ورقوا برنامج صافي بليزير كي ولا عندنا منتخب وطني كيما هاك ان شاء الله في كل المجالات نزيدو نتسقمو وان شاء الله يجونا رجال كيما جمال بالماضي في كل مجالات في الجزائر معنا هنا في كرة القدم بصح ان شاء الله تزيد تسقم البلاد في كل مجالات لا سيدي عمر كي الحمد لله يا ربي عمت البركة على الجزائر راهي هانية راهي هانية ان شاء الله يا ربي يدوم علينا الفرحة ان شاء الله ربي يدوم ما كاش فرحة كيما هادي واش بيك العصابة في الحبس وحنا رابعين ودور وي ان شاء الله يا ربي تكمل مازال مازال ان شاء الله لا ان شاء الله تكمل الفرحة حنايا حنا نتفائلوا خير وان شاء الله هاد صرا خير كيما شفنا باللي البارح ثاني كيما قلتي كاين هنا مقبي كاين بزاف ناس ما ولاوش يشوفوا غير في الدار ولاو يروحوا حتى ل وي دونك وي حتى حمزه وانس حمزه وانس وي وين شافوا راحوا لسان جوي كاع راحوا لسان جوي تعمر كاع اصطاد انا حتى الفيديو باش شفت مقبل كلمات الباع على كاع شغل تعمر اصطاد وما كانش اصطاد جالك جزنا ملتم باسكو كاع خرجوا من الكارو قدام قدامو حمزه وانس كي راحوا اصلا حصلوا في لا سيركيلاسيون تاع المكان وشغل الماتش كان تماك لازم تروح بك عليه انا شفت لعبت ولدي البارح وي وكانوا كاع عائلات شو جمال بالماضي واش دار لنا والله غير انت يا جمال بالماضي والله غير انت انا نقولها ونعاودها غير جمال بالماضي ما حبوش يديروك مع الاول داروا حبيبنا اللي عطاو له الصابلات وكداهم داروك انت ربحنا عليك ان شاء الله ربي يكثر الرجال كيما جمال بالماضي في مجالات واحد اخرين ويمدوا لا شونس لي جون كيما قلت لكم كاين بزاف ناس راحوا لسان جوي وحنايا كاميرا تاعنا تاع السابعه تي في راحت ثاني تماك وكانوا تماك السابعه تي في اين ورصدونا الاجواء رصدونا الاجواء كيفاش كانت الاجواء كيفاش كانت قبل الماتش كيفاش كانوا قرعدونا شويه قرعدونا عندهم قرعدونا نروحوا دونك مشاهدينا نشوفوا هاد لا بتيت فيديو الاجواء تاع المناصرين اللي كانوا تماك في سان جوي ونعاودوا نولوا
دونك هادو هما اجواء المناصرين كاع اللي راحوا لتماك لسان جويي. نشكروا بيان سور بشكل الجورناليست تاعنا اسماء بالعسله والفوتوغراف تاعنا العربي مزيان اللي نوجه له تحيه اللي كل يوم يقول لي ما تنسينيش. وي حتى كانوا مربوحين كانوا مربوحين كاع دوك المناصرين الحمد لله ربي ما خيبهمش كاع دوك اللي انطموا في سان جويي كاع الحمد لله فرحوا كاع كيف كيف وتقلبت كاع كيف كيف ما شفنا دوكا في هاد لي فوتو. وتاني كاين بزاف ناس فرحوا كامل مول الماتش وكامل دونك نروحوا نشوفوا الفرحه الجزائريه ديرين اللي كانوا تماك في سان جوي ونعاود نقولوا ثانيت اي بيس صحيت. دونك كيما راكم تشوفوا الاجواء في الحاله الناس عيطوا كي ماركينا الحمد لله يا ربي. وعلى حساب لي ماتش اللي كنت نشوفهم اللي بدات الجزائر ان شاء الله راح نجيبوها باينه باسكو ملي بداو هما شاطرين يماركيوتو وان شاء الله نوصلوا لا فينال ونديوها ان شاء الله ان شاء الله. انا فرحانين ان شاء الله نروحوا لافينال وان شاء الله هاد العام الربحه لينا وعد. نحبوا الجزائر ما نقدروش نحيوها. احنا اداء رجولي للمنتخب الوطني نتمنى يزيد الحماس اكثر واكبر نتمنى الفوز للمنتخب الوطني ووصلوا للنهائي ان شاء الله راكم تجيبوها للجزائر ان شاء الله. هذه هي فرحة الجزائريين ونقولوا لهم ليكيب ناسيونال وكامل جمال بالماضي بما فيه نقول لهم يعطيكم الصحة فرحتونا بكيتونا. احكونا مول الماتش واش درتو مول لو بوت تاع محرز مول بيت تاع محرز نموتوا على الهول حنا لي زالجيريان نموتوا هيا سيدي مايه اونيلا 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 مونديلا مونديلا هكا قلبناها دوتري لدي مومو عينيا لا تجري فولا كيريا ماتش تحسيت الرئيس ايضاً بابلا الشيخ من عقل فارك ودلي حجبك الكاس اروح منا منا اروح هنا هنا اونيلا اونيلا امريكا اونيلا ايوة على بالك كي نربحوا لاكوب دافريك ان شاء الله يا ربي نعاود نجيبوك وتجي لنا الشطحه هاد الشطحه عاود شطحانا والله العظيم اللي عندي احساس 100% ان شاء الله غادي نربحوا لاكوب دافريك ان شاء الله غادي تجيبوا لاكوب للجزائر باش نقول لكم بكل صراحه نطلب من ربي ومن هاد الناس اللي راهم صغير وكبير يلبديده ويدعو لنا للبلاد والعباد بهدلها اسمنا واسمنا هيا انا ندعو انتم اقولوا امين ان شاء الله يا ربي العزيز نربحوا لكم دافريك امين يا ربي نجيبوها للجزائر امين يا ربي سيد الرئيس يجيبها في مصر جمل بالماضي امين امين يا ربي هو اللي مربح ما هو درنا دعوه مرابطي هو مرابطي هيا هيا ان شاء الله يا ربي الكارديا تاع السينيغال هيا خلاص دعوه دعوه باش نبعثوها لك بناسيونال ديريكت وكندعي غادي كندعي واش دعوه دعوه مزيانه بحال شنو غادي نقول كنقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله ورجال البلاد انا جايكم راسي عريان كنعيا حفيانين الى بغيت تشوفيا اعطيني لكم دوموند ان شاء الله دافريك دافريك لا راني ندبي راني ندبي دافريك دافريك باش نقول لها جبنا تاع لافريك قال لي نعطيك تاع لومون السيد اللي راه يخدم معايا خاطر نخدم 6 لتر معايا الناس يخدموا معايا
ايوا الرئيس هذا. لا 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 البلوطه غادي نجيبوا البلوطه ان شاء الله باذن الله. البلوطه وديك القله هذيك نجيبوها للبلاد ديك حلوشه يا قلي عبايا يا ودي يا ودي والله الا جبناها يا جدك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. راه يسمع فينا قاع ما تخمش ان شاء الله يا ربي فمك ربونا من عندك قلنا هي سدايا مر لو بوت تاع محرز رفتو مور بيت تاع محرز رفتو فوق كتافي والله كان قاعد قدامي رفتو وبدا تعنق وعنق قال لي كانوا تما والله غير فرحه والله كنتي كي... اسمحي اسمحي باك انت كاينه كيفاش كيشتي البيت تاع محرز احكي لي مور بيت غير ماركه محرز تكاليفين انا شوف غير انا شوف كنت قبل ما نهضر على قلت لك يا اخي انا كنهضر على حساب صرالي قاعده كيشوف لي كورنر اي تو قاعده نقول جامي ماركينا بلي كورنر غارمون انت ماركي بلي كورنر شي فري غارمون تماركي بلي كورنر اي بعدك حنا خلاص ماركينا كوفرون وي قعد هذاك لو ديرني هذاك الوقت خلاص سي بون خلاص ميم ميني خلاص انا نقول بابا دوك يحبس قال لي لا دوك يكملوا هذه ونروحوا خلاص قلت خلاص اوفيسيال ماناش حنحب بصح قاعد نقول اوفيسيال ماناش حنرب احكي لي على الصوره تاعك هنا قعد هكا بوش بي خلاص شتي في الدار يبس مع بابا وخويا واختي وماما حبست هكا وبعدك عباك هذيك تاع داك البيت ناض عيط خويا قاعد نقول له صح صح ولا الزوق وخويا يصب انا ثاني ما امج تقول على الجوار اللي تكسل في الكوفر هذاك اسم لحن ولي نصبر خلي انا المشكل هذاك ما نقدرش ما نهضرش عليه حنا هو دركا كيفاش انا المشكل لو بيت تاع الحرس حنا جانا روطا سمعنا شغل اللي يعيطوا البيت سبور روطا نسمعوا حافظ الراديو لا لا فلي تي في ايوه في فلان تي في فلي تي في ماركا حنا بين سبور هما شفنا بين سبور ايوه لحقنا احنا لحقنا روطا سمعنا العيطو كاع قلنا واش دروحتيكم انا سمعنا عياط حنا غير نوض انا ويت ماركا كاع فسخنا في ميت لا على كاع كي تسمع العياط باسكو حنا اوبيان ماركي اوبيان من ماركي واش نعيطو بصح ما تفهمش لا ماركينا ولا لا صح قال لك باش يكون حاجه نعطيك معلومه في ليان تي في قال لك يتماركا قبل القاهره صح صح قال لك اش نهار شفت بيت بلا ما يتماركا وحنا احنا كل ما زعما يطلعوا طلعه نسمعوا سكات يبدا يقولوا خاوت سويسه مسكات والله كاين اختي انا عم سيد الرئيس والله كاين اختي وكان هذا حوري عبد الناصر وحسين بوشنافه كانوا طياره للشعب من عندهم والله الا من عندهم هذا مرة. لا لا احكي لنا انت على البيت تاع محرز كي شفتو واش صرا لك ابا كيرف كيرف ديك الياس انا ضربك كيرف ودني خفت على الصرف يطيح من جيبي خاف على وهبطني يطيح على الصرف هبطني ما على باليش بيهم هبطني اقسم بالله سيد الرئيس انا ما تفهمش معك كيف نقول لك عبسه نزيد نقول لك عبسه كان كنت اكل في بيستاشي ولا كاوكاو حصل له كان ياكل كاوكاو ولا بيستاشي هذا اللي في ودني درت عكا جبت الكاوكاو كاوكاو كاع طلقوا في ودني سيد الرئيس تسمى الصرف خير ملي كيف ناسيونال لا بصح اي هضربك انا عندي الصرف ضربك هذاك ما نحتاج الصرف والبورطابل حطبه انايا نحكي لكم عليا انايا كنت انا الماتش ما نقدرش نشوفه دونك انا كنت نشوفه وحدي ماما ما تقدرش تشوفه ماما عندها قلبها ما تقدرش دونك قلت محرز تعيش مارك غادي نقول تعيش مانيش حاب مانيش قادره نزيد نستنى دوك لي 30 مينوت مانيش قادره نكمل دونك قاعده نقول يا ربي نبدا ندعي شتو ماركا قلت لا بديت نسوق نسوق قعدت نقول انا مش مسح لي سوقه مسح باش نعيط واش قدرت على بالك حلي الطاقه حنعيط والله غير نصفر وبعدك من حنبكي حنا يا اخي انا عيطت لاسمي تعيط لي صاحبتي في تليفون تقولي سهيله حطيني فين نقول انا نبكي لا ما ربعنا رانا اون فينا تقولي وي انا نقول انا اون فين تقولي حتى راني تحت والله سيتا بليزير ايماجين تالمون كو نحبوا الجزائر ايماجين حنا كي ربحنا وشنو خارجي في البطيمه نتاع نقول جيران انا نفوت نيمبورت كي تعمل قلت تاعنا الحنان هذه ولات والحمد لله صافي بليزير كنا محتاجين هاد العفسه حنا كنا مع الحراك كنا نشوفوا بلادنا يحط روح معنا بناش وش حي صرا كنا رايحين للمجهول الحمد لله مع الجيش الوطني اللي وقف نشكروا الجيش الوطني تاني اللي خلانا الامان في بلادنا هذا الحمد لله زاد جات الفرحه هذه زاد جانا جمال بالماضي الحمد لله يا رب ان شاء الله تكمل علينا وتطور زاد جانا بنجاح ونجاح ان شاء الله تحقق مطالب الشعب ونولوا كهيله وسكر انا نهضوا على لو بيت تاع محرز انا حابه نطلب من السيد الرئيس يدير لنا تعليق علقنا على لو بيت زعما راك تشوف لو بيت تاع محرز علقنا عليه هي كان كوفرون مخالفه الاخراني باش تشوفها كوفرون يا ودي العبنا يا ودي روح قل لي عبا يدوك نهرس راسي
وجي ما تقول ما اقول لك والله العظيم الله الله يخلي بعده حري عبد الناصر اللي راه جايب لنا ربعه تاع ليبي تاع مصر. ايه ويشكر فيه اك رايح لمصر. رايح لمصر سيد الرايس. شو مدينا معاك؟ بيكم انتم راكم مكريين معنا. ايوا شنو شنو؟ قال لك انا رايحين معاك. احنا رايحين معاك؟ واه معنا بلدنا. كناش على بلدنا. حري عبد الناصر راه جايب لي ربعه تاع ليبي. اها. صافي دير علاش انا اقول لكم راكم محسوبين. اها. احسبكم يعطيك الصحة احنا ربعة والله يخلي عليك حري عبد الناصر وانا انت لازمك تنسيون باترنال اما قادرش ندوك خاطر انت راك على بينور على الاقل انك ما حافظ دراجي حافظ نحيوه حافظ سيد الرئيس والله ما قدرت غير جبتها حفيد الدراجي حفيد الدراجي لايت والله نشكره انا حفيد الدراجي يعجبني والله غير البارح كاين كاع عنده واحد التعليق انا كي نشوفه كاين ناس بزاف يقول لك يدير لهم ستريس انا ما يدير لي ستريس خليني خليني انا يعجبني الكلمات فوالا ولي ارجع 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 يا بلعمري لا لا معليش يا بني معليش يا بني معليش يا بني انا يعجبني كيقول حطها في الجول حطها في الجول يا محرز ويفيق لك الكلش يفيق الكلش راك تستفز فيهم مال الحكم ما معليش معليش ما تسمعولوش لا يا قديوره ما طروحش ليا قديوره انا مرتاح انا مرتاح جدا انا مرتاح كيما ما تخافوش ما تخافوش يا ابنائي ما تخافوش كيما في الكوديفا كيما عطاها بالليل يا بني انا جد مرتاح الحمد لله والله غير صافي بليزير هاد الفرحه شوفوني انا فيها والله غير سيتي بليزير ان شاء الله يزيدوا لا فينال جوزي هاد الفرحه يعني اسكو ما تفكركمش في 2019 خير منها ما كنت زايد خير منها ما تفكرنا فيها شويه هادي خير منها وناتيرال الاولانيين فرحات هذوك مزيفين انا نقول لك كاين دي ماتش كانوا يتشراو كانوا يتبع ما كانش تمشي للبلاد نورمال وليكيب بارابور ليكيب القديمه يعني متمر لا كاينه تاع 82 ما شاء الله فوالا بالك الباقي كاع مغشوشين قالوا لي كيفاش انت كنت حاضر في ليكيب في الاخر في 82 82 احكي لنا كيفاش كانت الاجواء بارابور لها من 82 ل 2019 والله معك الميكرو من فضلك سيد الرئيس شوف تاع 82 والله العظيم كنت شي من يحيى الله يرحمه كنت شي من يحيى الله يرحمه والله العظيم عزيز عزيز خرجوا شوابين وخرجوا والله ما تأمني عقلك تحاسبي تقولي فيكتوار اليوم هذا هو النهار تاع الاستقلال احنا منتخب بدا نشوف او يلعب والله غير ناتيرال لا لا مالغري الاولين مانيش نهضروا حنا على كاع اللي جازوا بصح فرحة هذه تاع هذا العام وحدها صافية مالي صافية بالنية بالقلب الصافي تما هو ماركي كو حنايا فقدنا هذيك الثقة ولا نقدر انا دوكا بيرسونمون جو بارل دو مو ميم شغل فقدنا ديك الثقة في ليكيب ناسيونال كيما فقدنا هذا الثقة نلعبوا ماتش امريكا الجزائر خطر الجزائر دوكا مانيش مأمنين تاع المورامبي يربحوا مانيش واحد الجوار اللي ما نسميهمش انايا جابوهم يتمسخروا بينا باش ما نقولكش انايا تلعب شلون كنا نلعبوا الجزائر كنت الجزائر في ساجوي ولي جوار مهبل جايبينهم لي جوار مهبل الحمد لله والله غير ردانا بروفيسيونال هذا المدرب جمال بالماضي سيت روتر نورمالمون يعطيها اليوم الاول بصح كاين الناس كانت تخطط تخطيطات علاش قالك ميو بوطاخ كو جامي يا صافا وجدو كان ان شاء الله برك كما قلت لك مجالات واحد اخرين يكونوا رجال ديروا الناس ديروا ديروا طالب بصح حنا نديروا طالب يا ودي ديروا لنا جمال بالماضي في السياسه في الاقتصاد ديروا لنا رئيس جمهوريه كاع وانا رئيس اسمع لي سيد الرئيس ندير وزير الشباب ندير الشبيبه والرياضه يلاه صحه صابينات نشتو لي باس لي كانوا يباسيون مزيانين ماشي تقوشي لي بروفيسيونال ماشي تقوشي برو دي بروفيسيونال عندك دي جواري اللي حنايا نلعبوا في فلوروب نلعبوا في كلش دونك لا لا حنايا ليكيب تاعنا سي لي 23 تاعنا كامل لي 22 كاع فلوروب عندنا غير عندنا غير بدوي جو بونس باكي اللي هنايا في الجزائر ماما العوده كي انا كنقول لك توجنوا لي العوده تاع جمال بالعمري ثاني وبالليلي ثاني حطموه هنا حطموه جوز بيريودا ما نقولوش مام هو بالك ان يجو يدور معنا وفاق السوء ومن هذا شغل اي حد راه بزاف تاعو معنا تاع زي مسحب تاعو معنا هادو ما يقدر عليهم عمروا عردوا عاودوا وطاحوا في الناس كيما بالليلي عاودوا ولا مسكين بالك فات في طريق عيانه ولا واحد الايام تما الحمد لله عاودوا ولا شوفوا سيتان جوهره تشوفي بالليلي يلعب شي راه شوف شي يلعب انا نهبل انا كنشوف بالليلي والله غير ما بالليلي لا ما نقدرش نهضر سهيله على ليكيب ناسيونال ما نهضرش على انديدينا اللي قال لهم رد اسمه محمد وقال لهم غير خاصكم
افريك نروح نجوز انا عندي ديلور عندي حكايه مع عندي ديلور عندي ديلور كاين سهيله نو استني انا نحكي انا يا هنايا في سابعه نخدم في ريداكسيون انا في ريداكسيون نخدم بوكو بلوس سبور توجور ندير لي فيديو بون شويه بكري قبل لا كوب دافريك توجور كنت نهضر على ديلور قبل ديك شتو كي كنحمس انا تدري صافي عيطت انا نعيط الزوجات بلا زغريته ما كاش الغيظ ان شاء الله يكون الغيظ خليها مالك معليش عيط لها قلت لكم تقول عندي ديره كنت توجور نهضر عليه كنت توجور نقول بلي هو جاي وفينالمون شوفي وصرا له هذيك ربي كتب له كيجي ربي كتب له كيحضر ولا كنضبح له ولا ديرور جا زياده في باس جول اللي نحاوا وي وي بيان سور ياك على بالك حتى ياك راحوا الماسك باش دير بلاص بالكابله اه اللي دار فيديو ديك اوكي وي ما على بالكش والله ما على بالي انا ما كنتش انا ما نتبعش انا من قبل ما نتبعش اوتوكا يعني مام كيبدلوه يعني ماشي في حاجه مليحه يعني حاجه مليحه مام اللي خرج نقولوا له مام انت تزيري وليد بلا ما كنت تيكسي ان شاء الله حاجه تحدو خير هذيك عفسه تصرا كاين ناس بالك شافت تصرا حاجه شخصيه ربي يهنيه وهذاك تزيري وخونا وماشي مشكل هذاك ما كان فيما نهضروا على فرحة تاع لي جوغ وكامل على بالنا بلي داروا حالة تانية لي جوغ فرحوا قلبوها شفنا لي فيديو في البيس كانوا يغنوا الغناء تاع الجزائر دونك نخلوا تانية المشاهدين يروحوا يشوفوا معنا هاد لا فيديو تاع فرحة اللاعبين بالتأهل إلى النهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر خلونا نروحوا نشوفوهم ونعاودوا نقولوا سيد الرايس هذه هي فرحة اللاعبين بعد المباراة البارح مع نيجيريا نتمنى لهم يعني نقولوا ما يعطيكم الصحة نكون فرحتونا أي ريبوندات حبسها حمزة حبسها زوجة الرئيس أون ديريكت حبسها ضربي زغليتها راك على المباشر ديرها في الميكرو ضربي زغليتها راك على المباشر واه على المباشر وا هيا تسبيقه صاحبي الرايس صاحبي الرايس انت عندك تقولي لنا تاع المبادره تاع البارح مبادره البارح المباراه الماتش الماتش تاع البارح كي كنت البارح كي كنت تتفرج البارح معها هنا هاي هادر معا ألوي مادام صباح الخير وي صباح الخير راكي معنا على المباشر اضحك لي يا صاحبي خويا ألو عرفتي وي عطيك الصحة على تزغريتها ألو وي ألو الغيزو بالك دونك معليش نقول معليش ان شاء الله تكون تشوفينا قولها ميرسي بوكو نقول لك بارك الله فيك والله يحفظك والله يسترك والزوجه تاعي والله يصلي اكرام وبشرى ان شاء الله امين تربى فازك ان شاء الله قولوا لنا دوكا واش انت الله يستر احكي لنا بصح ما حكيتوناش على الديفيلي خرجتوا ديفيليتوا خرجنا ودي جماعه حكيت لنا قلت لنا بلي طاح لك الصاب درت حالها انا في الديفيلا انا في الحومه في الحومه بديت معايا خرجتوا الديفيلي اه احنا تاع الكوديفوار احنا البارح ما خرجتوش قعدتوا في الحومه انا صح كانت سيركيلاسيون انا خرجت Yeah.
الله من كل عين ربي يحفظك ان شاء الله والله يعطيك الخير ان شاء الله في كل المجالات. عم يعاود عم يحطوا السيد الرئيس يعيط له مكالمه مهمه جدا. الاستاذه الاستاذه الو وي احكي لنا على الماتش. احكي لنا شفتي الماتش؟ واش رايك في ليكيب ناسيونال؟ واش رايك في ليكيب ناسيونال في المنتخب؟ واش رايك فيه يا اختي؟ لا تمسحها طرحه لك الذهب. الله يسلمك. اها ولكن ما شاء الله. واش رايك ندو لاكوب دافريك؟ نجيبو الكاس ولا لا؟ لا لا ان شاء الله. سيد الرئيس يقولنا بلي يروح ويجيبها هو من القاهره مع جمال بالماضي. مع جمال بالماضي ان شاء الله. ان شاء الله. اكرام بشرى البارح البارح احكي لنا احكي لنا على اكرام بشرى. على اكرام بشرى مدام احكي لنا على اكرام بشرى واش داروا البارح؟ اكرام بشرى اي زيدي لنا تزغريته زيدي لنا تزغريته في خاطرنا اي في خاطرنا اي خرجوا برا درت لهم الاعلانات نتاع يعطيك الصحه درت لهم الاعلانات هذا هضره الرئيس وخرجوا برا فرحانين وزغرتوا زغرتوا معايا انا زغرتوا زيدنا وحده زيدنا عم يقولوا لك انا زيدنا وحده زيدنا تزغريته في خاطر الرئيس باش يجيب لنا لاكوب دافريك صح ولا شي خساره في الجزائر الله يستر عليك هيا روحي هيا حطلكي يا طيب هيا حسبولك حتى ثلاثة وبدا هيا الله الله يعطيك الصحة كونيكسيون دقيقة صافي بليزير والله صافي بليزير. المهم المهم راه كانت معك الأخت سهيلة والاخت كاينه يسلمك سمعتي والاخ الياس راه معايا هاك هاك سيد الرئيس واش تقدر تقول واش تقدر تقولها للزوجه تاعك ولولادك اون ديريكت اون ديريكت هاي كاميرا نقول لهم اي لوف يو اي شني بديش نبغيك قلع قلع روحي عليك الله 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 صحيح زوجتي صحيح اصبر وتحيا زوجتي صحيح نستعرفك سي الرئيس يعطيك الصحة سي الرئيس يعطيك الصحة ربي يشدها لك ان شاء الله. انا نبغي مرتي ما عنديش حاجة اخرى. ما شاء الله عندي مرتي وعندي الله يبارك صحتك ندور معاها شوية بزاف نهضر معاها في الهاتف والله غير عنده زوجة ما شاء الله. حنا نحيوها ونحيو كاع العائلة تاعك مامتا إلياس نحيو العائلة تاعك مامتا سامي كاع نحيو العائلة تاعك دونك نعاود نولو لك. سمحي لي سهيلة انا ما نقدرش نكمل ليميسيون بلا ما نهضر مع سيد الرئيس. تفضل قول سيد الرئيس اسك معول تترشح للرئاسيات الجاية؟ جبل جزاف ساي خليتها لهم اها دروك انا دروك وليت المجال تاع الكوميدي خليتهم الرئاسيات. لا لا نزيد انا نقولي بك اسكي ترشحت لا ديرنيير فوا اسكنت سيريو يعني كنت حاب هاد العفسه ولا قلت بك تمسخيره نروح نترشح نتمسخر ولا لا كنت حاب تاع الصح؟ لا والله ما كنت حاب هذيك انا كي كنت درتها بطريقه كوميديه. تما ماشي صح. لا ماشي صح. كنت راه قد رفدت الكارطاب جيت لالجي حكينا عليها حكينا كيفاش جاب حكينا. انا كنت راه قد نوم روحي بلي راني فرايس في المراديه. هاب اللي قلت ايام سمعت مع قالوا ولدي كل من حق الانسان مواطن روح ترشح فوالا مشي ضربت كوستيم كيما هما بابيون ثاني بابيون حمراء مشي جبت كارطة تاع بنتي اقبلت التران جبتها في الجي وزارة الداخلية صبات مساء كرم الله وجاكم مساعتها بالبزاق السلام عليكم السلام قالوا لي شخص قلت لهم ودي انا راني جاي نترشح كي شافوا كيفاش كي شافوا احكي لنا كيفاش لقيت لا رياكسيون تاعهم كيفاش استقبلوني قال كيما انت قلت لهم انا جاي نترشح اعطوني الاستمارات لقاوني الصحافه منا منا قالوا لي ودي انت كيما انت كوميديا وليت قلت اسمع قادر روحك تهضر مع الرئيس سيد الرئيس وي سما الحمد لله بصح هاد العفسه دارت نسيناه حنا ما نقولوش صح سيد الرئيس وشنو هو سر البابيون الاحمر لي ما يخطيكش هذا ملي درتها من العرس تاعي هو قاعد نحكي لكم حاجه دوماج ما نقدرش نوري لكم فيديو
رحنا للبحر خرجنا انا وياه في البابور مع اصحابنا هكذا في لي ستوري بالشورت ملاحي ما لابس والو بابيون دايروا فيه لحمو صافي ما زين اخت جاب لي سابورت بالك فيها ريحه الزوجه على بعد كيما غير كيما نهار تبحر لك في صال ديفات هذيك رحنا واحد الوالي مع عرس هكذا ولا حلقه ما تجاوش صح هكذا عاود لبس ما لقاش بابيون واش دار خرب على صال ديفات جيمازي قالوا له نعطوك دراهم تشري قال لهم جيبوا لي هذا هذا انا جا قلت لهم قلت لهم يروح لي ولدي ما يروح ليش البابيون اسي بونسي درايس والله العظيم الحمد لله وعلى الحمد ان شاء الله ما يتبحلك هذا من دميسيس من دميسيس هو عندي راه في 13 سنه الله يبارك وي حاجه سوفينير دونك خلاص عاولي ولي تما انت سي درايس يعني من السياسه حبيت عاود تتخصص في الكوميديا هو على بالنا بلي على بالنا بلي انه انت يا راهو جاي عندك انيميسيون مع قناه الحياه تحكينا شويه عليها مهم على كل حال من هذا المنبر هذا نشكر قناة الحياة ونشكر كل الزملاء وعلى رأسهم فايزة واللي عاونتني واللي ميسون تاعك واش فيها واش من نوع الرئيس لا اس كوميديا ولا واش دير فيها لا كوميديا واه كوميديا راح يدير كيما شيخ النووي طالع برك عنده كارت جون كارت روج ايه تخي بيان واش حد يديرها المشاكل هادو على واش تحكي على قلت تيزر تيزر راهو يدار بصح خدمتي الاخرى اللي مخليها مفاجأة وشنو هي؟ لازم تعطيني عرفنا سكوب الرئيس عطينا سكوب انا عطيتك شوبينغ بصح انا ولا تبقى عندك شوبينغ لبيك شوبينغ وي خلاص تما انت قررت تخلي منصبك تاع الرئيس وتقلبها الكوميديا الكوميدي وانت تشوف روحك احسن مي عنده ان شاء الله سيناريو انا على بالي باسكو عنده فيلم لا يلعب رئيس جمهوريه ان شاء الله يلعب فيلم هو رئيس جمهوريه والبلاد يجيبوا لها لاكوب دافريك شاء الله أيا نقولوا فرضا أنه أنت رئيس جمهورية وش كحد دارنا دوك أنا سوهي لا أيا خلاص حنا في هذه الطابلة وش حد دارنا أيا بالواحدة وما ينسوش حمزة سيدري اسمام حمزة الغياليزاتور نبدأ من هذا منه هذا البروتوكول تاعي ها الهضرة الأخت نديرها وزارة التضامن تضامن أنت وزارة الدراهم كاين عطينا شويه وزاره الماليه وهذا ندير له الاشغال وحمزه الرياليزاتور حمزه ندير له رئيس حكومه تما حقرتنا احنا في طابله كاع عندنا جائزه حكومه تضامن تضامن بدل لي ما نجم الرياضه انا ندير لي الرياضه انا الرياضه سي درايس حياه تعر الرياضه المهم خليني من بعد نديروا المداوله يا خلاص حنا هنا ونجوفوا طيو عليك اليوم وغدوه وغير غدوه الله يسلمك والله غير الشعب حبه والله غير الشعب حبه بالبزاف حكينا يعني وشنو هو السر تاع الشعبيه اللي خديتها بين الشعب والناس كاع ولا تحبك سانسيغمون يحبوك ماشي تسخر انا يحبوني من الداخل ومن الخارج هذه موهبه من عند الله ربي معززني وريد والدي الله يرحمهم انا كنت نخدم اما الله يرحمها كنت نخدم عمرها ما تسمع كلمه اللي خارجه الطريق عمري ما كفرت عمري ما طيحت عمري ما زقيت ديت رضا الوالدين سي درايس وخدمت والديا وخدمت تما وكنا نشري لها نقضي لها كل شيء ربي يشفي الله غير الرئيس ما شفتوش الرئيس لا لا خلي انا حبيت الياس انت تعرفوا بقريب احكي لنا عليه واش تقدر تقول لنا على سي درايس اقسم بالله غير شوف الحاجه اللي نعرفها انا عليه وليد فاميليا انسان قلبه ابيض ويدير عفايس عفويه عفويه كاين دي فيديو بالك شفناهم هكا دياولو منا ولا منا هو دا بعفويه الناس راح تبرك دارتها باش حطتها في الانترنت بالك باش تسيت تشوه له الصوره ديالو هو يقصر دوك احكي لنا على هذوك لي فيديو كيفاش احكي لنا عليهم هو يكون يقصر برك والله كاين الناس اللي تحبوه الناس تحبوا فوالا ميم لي فيديو هذوك وما ضروش الحمد لله قلت لك انسان طيب لا لا اسمح لي الجزائر هذه هي شوف من انا يوتيوبر نضارف لي كومونتير زعما يقولوا لي تعيمنا كي نخرج برا جامي ما واحد قال لي تعيم قاصغوا لي فيديو تاعنا تحبوك ايوا هذه هي هذه العفسه بوزيتيف ايش كوم رايس والله غير كيما البارح الله الله شو كان ثلاث ايام هو في لوتيل يمير عند يوسف ياكل لي رستوران غير ساكي طوال ام تغليف فيك سي درايس بالباسات فيمي والله غير بالباسات فيمي وما لا لي فيديو نحلوا له الباب هكا كيما كان راح اوربور سيدي فرج كاع وقفه ما صح رايس والله غير عايش رايس الحمد لله ومازال رايس ومازال رايس الله يبارك الله يبارك نتمنى ان شاء الله هذه العصابه اللي راهي تدير
راني ان شاء الله باذن الله نقضي على نقضي عليهم. اي سيد الرئيس الله يبارك انت يا واعر عندك الشخصيه. تحيا الجيش الوطني وتحيا الجزائر وقايد صالح انا معاه واقف معاه سي الرئيس وسي الرئيس. كوبي سيد الرئيس راك حاب نعاودو نجيبوك لا بروشين فوا سيد الرئيس. خلينا لا شو ما لقاوك شو قلنا انت يا بالك الناس كاع ما يبانوش بلي انت اسمك الحقاني بالك هو احمد بوعناني. اسكو انت راك حاب تكمل بهذا الاسم تاع سيد الرئيس ولا راك حاب دير اسم لعمرك انه احمد بوعناني كوميدي؟ اسكو راك حاب تكمل هكا ولا لا؟ هو عنده اسم فني. انا نجاوبك في بلاصتو نورمال. عنده اسم فني تاعو ماريو. هو ماريو سوبر ماريو هذاك تاع بكري تاع ايوه. هو بدا الافلام هو خاطر بدا يتورني بكري هو في ان تي في ام اس انا 84 بطاقه هنا هاي بطاقه فنان الله يبارك. اي سيد الرئيس فنان تانيت الله يبارك بطاقه بوعناني احمد عطيه ممثل هاي لك فوالا الله يبارك. هو فنان مسكين برك دار هاد العفسه هادي تاع الرئاسه بالك بهاد العفسه كيما يقولوا زاد تشهر زاد لوبس عاود الناس تفكروا هذا سيكسي بالمشاعر برك في العفسه تاع الترشح للرئاسه. كان يقصر كان يقصر كان يقصر والحمد لله هيا بها دربس ودربس شباب كيما نقولوا نقي هكذا شي يعني بالك بالك ما ملو كان انت تعاود تحب تبدل اسمك مش كيتش الناس حيقدروا يعيطوا لك اسم هذا ما نقدرش ما يقدرش ما نقدرش. واش تقولي احنا من قبيله كي سقسيت قلت له عطيني بك الاسم تاعك باش نكتب لك سنتي قال لي سيد الرئيس هذا اللي دار معايا باسمه ما يدورش ماريو يدور لي رابي ولا الرئيس ديرك هذا وفي الدار يعيطوا لك الرئيس. والله العظيم لا بنتي اقسم بالله العظيم عندها 3 سنين بشرى ربطت الكادر تاعي واش تغني يا اسرائيل كليتو البلاد يا اسرائيل هو معاهم مش قادر الكادر ديالو سمي تهضر عليك واه كنت بنتي قلت لها شكون سرقوا البلاد قلت لي انت انت هو الراي سيد الرئيس حتى بدك يدار تاع عليك ها وانا بنتي ودارت لي درت لي الحراك في الدار والله كلاوها البلاد ماشي خلاوها والله يديهم. سيد الرئيس تعاود نولوا لسامي نشوفوه نشوفوا حنا باسكو دائما في الحصه تاعنا دائما نوريو نكتشفوا المواهب حتى انهم الناس يشوفوهم ويشجعوهم تانيت سورتو حنا ما فين نشوفوا اليوتيوبر بصح نشوفوهم كبار بصح اليوم سامي جانا صغير صافا لاباس في الجزائر وين نشوفوه احكي لنا كبار مي صغار غير ما كاش وي سامي احكي لنا انت يا هكا الملخص تاع كيفاش تجربتك مع اليوتيوب. هي على كل إن انا بديت في 2016 مي زعما شغل كل شغل بتليفون لو نوفو هادو بديت بيهم هكا لي فيديو على بدون ذكر الاسامي اي بي بيبليسيتي هاي جيب لنا تليفون سامي ما تقلك تولي حزونة كاع ومادا دوك مادا بديت صافا بلي كاميرا كدا ومادا شغل انا غير بديت شغل بديت قباله شغل صافا شغل طلعوا لي قباله لي فيديو الفيديو تاعي الاولى طلعت لي صافا دوكا راه واقيلا دوكا هكاك 2000 ابوني طلعت لي قباله حطيتها في باج فيسبوك تاعي حطيتها في فيسبوك انستغرام دا طلعت لي مادا ولم يقولوا لي في لي ميساج كدا كدا زدنا مادا انا هذا العام ما درتش بزاف لي فيديو باسكو البيان كان عندي جبتو جبتو بالك مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك مام محمد غماري فوت بيان بلي لعب معايا في ضلع جبت سامي كنت معها. المهم شغل ما درتش كانوا يقولوا لي فليكو في ميسنجر يقولوا لي ديرنا لي فيديو ديرنا لي فيديو ما عندنا شغل رحت لي هذيك الشوقه تاع لي فيديو كي فهمتني دير لي فيديو تاع واش تاع زعما الفلوغ ما تلاقيتش بك دوماج دوك نحوس عليك بصح شوف دانيا فيديو اللي درتها تاع جيمينغ هذيك درتها زعما باش غير يسكتوا باش نوريها لهم كيفاه باسكو توحشت ندير لي فيديو درت لهم فيديو جيمينغ دير لي فلوغ ثاني درت الفلوغ تاع الميتوب باسكو انا ما انا والله ما نفهم وشنو هذا جيمينغ ميتوب هذو كاع ما نفهم لهمش جيمينغ لازم ندخل نشوف هذو اللي كاين صراحه انا ما نعرفش شو جيمينغ جيمينغ شو فيديو تاع جو اللي كتلعب في جو ريكورديت ليكرون لي جو ما نعرف لهمش فوالا او ميتوب سما ايفينمون اردوني ايفينمون رحتو درت ايوا درت تورنيت ومن ثاني وليت نعرف راني تعلمت حاجه ها غادي نتعلمو هذا ما كانوا مع هذيك تاع الايفينمون اللي عرضوني فيه وصلت لي قليب طروك ايه وين تحب توصل انت سامي كاك دير هكا لي فيديو واش راك حاب لك شنو هو الحلم تاعك؟ هي انا والله والله راني حاب شغل نولي كاش كوميدي عندي نتوني في كاش سبوت ولا ضدي كاستينغ ديجا ما راك حاب تمثيل يعني هاوليك سيد الرئيس يمد لك النصح على كل حال احنا من هذا المنبر هذا ان شاء الله راك معانا انا وسياس نشام ان شاء الله راه عندنا واحد تعب واحد الفيلم غادي نديرو ربحت علينا وغادي ان شاء الله والله منا من البلاطو هذا
والله ندوني منو تاعك والله لا عيطنا لك والله ان شاء الله. لا لا شوف انا نعطيك نصيحه حاجه اللي اللي في قلبك ديرها والله. انا شفنا تورنا وبالك من تيك توك ولا مادو أيوة انستغرام ولا ناس كانت عندها فرصه كاين بزاف كانت ضد هاد العفايس ولا انا والله ضد كاستينغ فري كاين ناس راهي تقرا في التمثيل وما عطاتهاش فرصه من المهم يعني نقدروا نقولوا انه الدنيا هذيك ثاني فرص فرص وجسد وجسد واش راك حاب ماشي زعما جيت من يوتيوب ولا انا منين جيت انا جيت من نورمال مبر مطريق كما نقولوا معناها احكي لنا انت يا كيفاش كل واحد منين جا موهبه انا هكا بدات درت دي كاستينغ سوفريت أيوة. لعبت دي بتيرو لعبت دي فيغوراسيون كاين ناس ديريكت تحب تصوتي تجي تاع الكورميطراج هذاك اللي درت فايس كنت نروح نوقف بالساعه ونجوز جورنيه وما نفطرش وما ناكلش وغير نتورني الحمد لله ومع الوقت فوتنا وتعلمنا ماذا انا دورتها فوتوغراف ايه بيان تما ايه وي سي فري حتى هو من اليوتيوب ثاني تيصور بيان شفتي البروفيل تاعي وي حليمه ما جبتناش باش صورنا شتي البروفيل واحد عنده موهبه كمل فيها انا كنا في الماتش نشوفوا فوغنوني نلقى سالم شاوي اللي غني يصور فينا عنده واحد لاباراي سالم شاوي فنان انا قاعد نشوف فيه كيفاش يد لاباراي ويصور فينا في الماتش ما شافش الماتش صافي بليز يسلم عليه فنان يغني يمثل سالم شاوي بيان سور عنده واحد الموهبه الله يبارك جميع شو انا جميع قلتها لهم وزنعودها لهم لي زالجينيان قاع دي كوميديان قاع فنانين قاع واللي جميع كاش واحد عنده حاجه في قلبه في قلبه ربي يجسنا ان شاء الله. ماذا انا بديت ندير لي شوتينغ للناس زعما شغل غراتوي هكاك صحابي ولا نقول له هيا نضربوا بشوتينغ انا خش ندير لي شوتينغ صح اعطيني النيميرو تاعك 5 ملايين لا جورني كاشيتي يا اخويا وي وشوف مع المانجر كيما يديروا عندي مانجر ان شاء الله والله والله انا نقصر شوف جميع حاجه نسيو نعاونوك فيها ان شاء الله رانا هنا خلاص امات وتحيا الجيري سهل ايوا قاعد انا فيتي في صحابي قاعد ندير لهم شوتينغ زعما نسيفي ونخرج في الحومه بلا با راني نزوم يقدر ندير فوكس الميكرو سامي تاعي وندير فوكس ومن شغل مادا صحابي عطاو لي واحد لا بروبوزيسيون شغل عطاو لي قالوا لي علاش ما دير زعما لا فوتوغرافي تصور طبيعه ولا ودير لي كارت دو فيزيت ولا تعرفيهم كارت دو فيزيت انفوغرافي ونمدهم نمدهم دار الشباب ولا ندير كاش خصهم فوتوغرافي يعيطوا لي بصح شوتينغ شبابي لا راك حاب دير راهو غير هنا في الطابله هذه بابيو حمراء بابيو حمراء دير شوتينغ مع الرجل الله غير طرطق هيا بسم الله لا لا مقاي اسمع هيا بسم الله بدا صوره هيا هيا ندير لكم موعد هنايا في السبيعه اي هيا بسم الله هيا تفهموا هيا تفضل دورك بالكوستيم وبابيو انت لك فاكونس نورمالمون هو انت مدلو نهار اللي تكون فارغ فيه ويجي لك ان شاء الله ماذا نمدلك نيميرو عيط لي ما كاش مشكل فاز برايس خلاص ما انت الياس ان شاء الله المصور انا ما خصكم لي فوتو خلاص مالك مالك هنا قال لك ما يخصكم لي فوتو راه هنا قلنا ميرسي سامي قلنا بك انت يا لي سوجي تاع لي فيديو تاعك شنو هما ايموريستيك تاع ضحك هكا تسمى انت تحب لا كوميدي ايه الفاني تاع الضحكه كيف فهمتني شغل وندير مونتاج منا وندير نضرب مونتاج خفيف زعما ميوزيك فون هكا مونتاج كثير تسمى انت ولا يعيطوا لك تمثل في كاش فيلم ولا مسلسل تقبل اه في بليزير كاع وتقدر دير عندك شي حاجه تاع كوميديا مع سيد الرئيس وبالك الياس سيد الرئيس دير مع سيد الرئيس مازال ما وجدتش فيديو شغل مازال ما وجدتش قلتوا لي والله نوجد وندير لكم مالا وجد ودير معليش مالا رانا نشوف رانا نستناو في حتى المشاهدين ما حين يتابعوا لا فيديو كان رانا نستناو ان شاء الله يا رب ان شاء الله حنا نشجعوك يعني نشجعوك ونشوفوا بلي انه في سن شحال في عمرك عندك 15 اون وي انا في سن صغير يدير مونتاج يدير لي فيديو نطول فيه يدير لي زيدي يدير لافوغرافي راه يبارك وتشوف كاينه راه شغل يحب يدير تشوف شغل قال لك غادي بليزير الفوتوشوب سانيك التمثيل اللي يجيك ساهل هكا لي مينياتير ولا تعرف باسكو كي تعرف المونتاج وتعرف هكا شويه هاد العفايس في التكنيك ديجا كي تعرف المونتاج التمثيل يجيك ساهل ديجا مع لا كاميرا تعرف وين توقف وكيفاش توقف وكيفاش لي بوزيسيون دو كاميرا فوالا منك جاتني فيديو شغل ندير كيما كيما تشوفي زعما تكون كاميرا لهنا ما تجي لهنا كي فهمتني اها لي زيدي هكا بالك 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 سما جاي نديرها ان شاء الله زعما على واش راه صاير في الجزائر بين 2019 ما تقولش بالك السمانه الجايه ديرها لازم تخدم لازم تخدم وعندي مونتاج عندي كلش ان شاء الله ان شاء الله حنا نتمنوا لك التوفيق سامي نعاود نقولوا لك الياس نعاود نقولوا لدار العجب احكي لنا على تجربتك في دار العجب والله غير دار العجب تجربه شابه بزاف وحلوه بزاف والله سي تان بليزير انا بالك عطات لي دفعه كبيره في المسيره الفنيه عطات لي دفعه كبيره دفعه كبيره نقول
كانت وصلتني بالبزاف دوك الحمد لله تولي تخرجي برا دراري يعرفوك عائلتي يعرفوك دار سي تان بليزير انا بالك ما دخلتش الدومين هذا باش ندير سيلفي مع الناس مي الحمد لله كي لحقت الحمد لله سي تان بليزير الفضل يعود امين بومدين الفضل الكبير هو اللي كان رياليزاتور هو كان كاتب سيناريو ضل العجب هذه بدات فكره هكذا والله كنا قاعدين مثلت مقبل ضل العجب ولا لا وي مثلت درت سيت كوم انا وبابا فتفيق معنا تخاصه ثاني مرقش روج كبير مثلت بديت دراما ثاني مع صمت الابريه درت منها شفتك في الكور ميطراج هذاك تاع انت وانس عبد الله انس عبد الله شحال يسوى المطلوع هذاك هذاك انا درته ماما انا كنت في لا برودكسيون لعبت لقطه ولا زوج وصلت وقت لو خلص انا انا اللي تحستها هذيك تاع قلنا ان البدايه تاعك كانت بديت فيغوراسيون بديت دي بيتي رول اي تو شكون هو شنو هو لو رول لو بروميير اللي شغل تا دوني ان كوت بوست شغل لي بوستاك فوالا لي لونساني وي شوف هو لو كيفاش بديت لي بيتي رول هادو مون باك لي فيلم دو غار لعبت فيلم دو غار انا ملت ما حب السينما باش فيلم كريم بالقاسم كونفيغوراسيون انتيليجون من تما بديت نحب الكاميرا ومن بعد صمت الابرياء هو اللي زاد لي البنا هذيك درنا كاستينغ ايتو عيطوا لي الحمد لله لعبت مافيا منا كابوسه ما قري كان بتيرو ان بتي رول بصح ماركه والله غنشف 2017 ولا ماركه هذاك مي دار العجب دار العجب قلنا دار العجب في الجمله كما نقولوا حنايا فور وبزور وديكور ونشكر كل فريق العمل نشكر ثاني قناه البلاد اللي فتحت لنا البيبان اللي خدمنا مع الجزء الاول الجزء الثاني ثاني نشكر قلت لك فضل كبير يولي الامين بومدين كان هو الكوتش تاعنا على بها على بها كنت هضرنا على تيكي تاكا قال لنا جوزوا لي تيكي تاكا في خاطر امين بومدين شغل ديديكاس وكل عمل يكون فيه امين بومدين يكون ناجح والله ماشي زعما جيتي له لي فلور ولا انسان موهوب بالبزاف ستان جان جاي مام في لا كوميدي ولا مام في الاخراج لا رياليزاسيون كان ديجا رياليزا ولا سونسي مال 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 ملكك تدن على امي بودين وحن نقولوا لحمزه يجوز لنا لو كليب تاعو على المنتخب الوطني قعدوا دائما في الاجواء اللي كان في مصر دونك نحو نشوفوا مشاهدينا كليب تيكي تاكا اللي من اخراج امي بومدين نعاودوا له هذه هي أغنية تيكي تاكا من كلمات وإخراج أمين بومدين أحكي لنا أنت على تيكي تاكا هذا الكليب لا لا تيكي تاكا هي كيفاش بدأت بدأت مع أنت فريدة حرحار هذيك تاني وجه الخير فريدة حرحار نقول لهم هذا ما قاعدين نغنوا معتكم السحر بحنا عليكم بدأت قلت لك فريدة حرحار كنا قاعدين فوق نوني قالت لطارق القليع علاش ما ديرش اغنيه تلك ناسيونال قالها انا ما نعرفش لي جواريتي وما نعرفش البانويتي وقالت له نشوفوا كان يكتب امين بومدين باسكو امين كان نونسيان رابور بكري بدا بالراب هو
قالت له كونتاكتينا امين كونتاكتا فوالا قال لهم داكور ومام زاد لا رياليزاسيون تاع الكليب ما رقدناش ما رقدوش 24 وانت يرقد انا رقدت انا عيط لي طارق القلي على 4 تاع الصباح مسكين كان يهضر معايا كلياس غدوه جبت ريكو والعلامات قدنا نتلاقاو في بلاصه فلانيه على 8 تاع الصباح الجماعه جابوا صباح فريده حرحار امين ثاني بومدين ما رقدش منا منا تورنا ولا جورني شوفي اتخايلي كتب لا شونسون امين دخلوا الاستوديو لا فاي ناضوا غدوه صباح تورناج تاع الكليب وما يكون ما رقدوا امين بومدين والله ما رقد باسكو علاش دار المونتاج تاع الكليب غدوه من داك تلقاو عربه تاع العشيه برافو بور توت لي الحمد لله كانوا من الفيغور تاع طارق القليعي فوالا جاوا الناس كانوا جاوا مثلو فوالا ومام طارق القليعي الاداء تاعو كان شباب وكانوا كانوا في الخير وتيكي تاكا وفي فلانجي قلنا سيد رايس انت علاه ما شاركتش في هذا الكليب تاع تيكي تاكا انا ما كنتش هنا ما كانش هنا بالك لو كان شارك رجلاوي كانوا بزاف وجوه فنيه لباو الدعوه سيد رئيس ما كنتش غنم دير غنيه للمنتخب الوطني غنيه لا انا ما نغنيش ما تغنيش جيب لنا وحده على المنتخب غنينا دوكا غنيه تاعنا اللي نعرفوها اللي تعرفها من راسك بدلها وصح. ولا من راسك بصح انا ما غنيش على الكره غني على واش حبيت غني على واش حبيت الجزائريه العاصمه الحب الجزائر لا لا مشي يحب خليه يمشي خليه يغني يمشي الجزائر العاصمه اللي بقيتي في قلبي ديما والله ما دريت والله ما دريت اللي درت لك وتخلصوا والله ما دريت واختمها 1 2 3 في مره 1 2 3 فايك 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 نياز الجري الله اكبر الله برافو سيد الرئيس صحه ولا غير يوم زهيتنا سيد رايس كنا فوربيك سيد رايس نقول لكم الله يحفظكم الله يستركم ويبعد عليكم البلوم صاي سيد رايس نحسبت لي رعد رايس ايمي صوت الدعاء رايس رايس كاش كيما الدعاء صح صح ان شاء الله تكون مربوحه اش فاش كنت تخمم سيد رايس اش رايس انا بالحق كنت مروح اليوم الخمسان وجوكم كان عزيز علينا وكي قلتوا لنا مرحبا بكم لان كما قال لك الاخر ما بغيناش نخلوكم نشكرك والله سي درايس انك كنت معنا وحضرنا هذه البهجه تاع المنتخب الوطني والحمد لله رانا كاع مربوحين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حنايا دائما في ليميسيون تاعنا الياس وسامي وسي درايس وكاينه على بالهم كاع المشاهدين بلي عندنا اون بتيت روبريك تاع لا ستار دو ويب نجم الويب دائما خيروا شيء من مواقع التواصل الاجتماعي تنشط مواقع التواصل الاجتماعي ونجيبوها نقولوا شحال عندها في الفيسبوك واش دير واش تقوم على هذه المواقع اليوم ما قدرناش اليوم ليكيب ناسيونال سقسيهم في رايكم لي ديرنييرمون اللي راهو داير حاله سور لي ريزو سوسيو بارمي لي جوغ لي جوغ تاع ليكيب ناسيونال رامي بن سبعين نو داير حاله بلي ستوري هضرنا عليه انا اللي نشوفو بواحد المصري او داير حاله لا لا جوغ لي جوار لي جوار يهضروا عليه كاع يهضروا عليه لا لا ما يدبز في ستوري لا 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 يدبز في ستوري تاع الغناء تاع الجزائر الحاله ما فهمتش بالعمر يا جماعه قور هما انا واش بك ليكيب ناسيونال ديزيميغري فوالا لا لا تاعنا نقول لي جوار لي ستوري شكون فيهم ايميغري لا لا اميغن ما فهمتنيش حبيت نقول كاين واحد من لي جوار تاعنا داير حاله في الفيسبوك وي يهضروا عليه كاع الناس ما تبعتوش بالليل لا لي غنوا لي كو ديفور دايور مار راتا بينالتي هاي هاي دير بزاف وي انا والله ما نتبع اليوم انا ما نتبعها نتبع شغل تاع الكوميديا هذوما لا لا دوكا سورتو كي رانا في انا قصرت اون ديريكت مع دي جوار كنت نقصر اون ديريكت باسكو عندي زميل معاهم ثاني تسمى كنت نحكي معاهم كاين كيكون هكا روب وما مدوخه راني نحيي صديق ثاني حارس تاعنا وي بونجح داير شفت الاجواء اون ديريكت وي جوستومون باسكو كانوا يصوروا ويحطوا في لي ستوري اليوم خينا نجم الويب تاعنا هو بنجح دونك بنجح عنده 881 كا في الانستغرام الله يبارك وعنده بزاف متابعين خاصه في فتره الكان ما يزيدوا اون بليس مع التالق ديالو مع المنتخب وديك الروح الوطنيه اون بليس من يستاهل الله يستاهل سيرتو نهار بكا في البينالتي بكا كاع الجزائر شوفي باش راه بينالتي قاعد يبكي تسمى شغل حس باللي ما متش لبلادو الله نسيت على بالك هذه بزاف المسار هو اللي ماروكان كاع هضروا قال لك شوفوا عندهم رجاله يلعبوا من قلبهم الدنيا مع ما طاحت لهم عنده بالك باسكو عنده حس عنده لو سونس دو لا ريسبونسابيلتي شوف لانه هو راهو ريسبونسابل باش يفرح بلادو زير بحنا الحمد لله بالك
قال لهم على جالي كان يدي واحد الشوك مسكين والله الحمد لله. ميور ماتش ميور ماتش فلاكان كوديفوار فلاكان كاع دزاير كوديفوار دزاير كوديفوار ماشي ماتش وانا نقول لك تخايفوا تحدي هذا انا يا ماتش تاع كوديفوار راح يقعد لي فريمون سيفونير شباب في حياتي لا ميور سيفونير في حياتي وعلاش علاش انا نقول لك علاش هي حمزه حمزه ما كي تخلص راح تقصي حمزه او حمزه يقول لك انا نقول لك المغاربه سي بورتاونا وي المغاربه والتوانسه الا الثروه لا 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 والله كيما نقول معليش رايس معليش شوف حنايا كاع حنايا المهم كون رانا نشرفوا بلادنا حنا رانا نورو اون بون ايماج لبلادنا هذاك هو ليسونسيال حنا في فواجيري والحمد لله ومصروه خاوتنا وليبيا خاوتنا وكاع البلدان شكون اللي زاد حنا رانا في لا فينال الحمد لله شكون شكون تشوف بلي انه يستحق نسيبورطيوه نسيبورطيوه حنا كجزائريين حنا هو بالماضي خاطر لا لا الفرق الاخرين الفرق الاخرين في سيد الرئيس على حسب نظره انت انا عندي بالماضي لا ماشي فرق العرب تونس مغرب شكون اللي تقدر تسيبورطيها سيبورطيها ابغ الجزائر تونس مور الجزائر واش تسيبورطي سيبورتي مرتي على هضره اما نيميرو اما ديفونسير ولا اتاك لازم تجيبوا الفيولا لازم تجيبوا الفيولا حمزه اسمعي كاين تما يحب زوجه تاع واحد تاع يطلع اون ديغ الله يبارك ندير لها مونطاج بصح نصبروا ما ندير لها واش قلت لواحد العمسه سبرايز شكون فيهم عندك اربعه الكاميرا كاشفه عنده اربعه شكون فيهم انا طلقتهم نعطيك سكوب مالا كي كنا داخلين مقبلة يحاول فيها في طنوبيل دير في الفيسبوك تصويتي والنميرو ديالي السيد الرئيس يحوز على مرأة خمسة هنا في العاصمة بس كنا نقولها الله يرحمه ساعة خمسة ما تديرش عليه الياس سيد الرئيس صح شو بيقول يا ودي الله كيفاش انا نقص راح بزوجك سيد الرئيس يتشوفين الزوجة سيد الرئيس يتشوفين الزوجة هاود نقول هيدي لي بكاميرا كاشي المرأة راه صايرة تعلم كاميرا كاشي يا خلاص هاي على بالها هاي تخبي اما لا احنا وش نقول لك ربي يشدلك في زوجة تاعك ويشدلك في ولادك ان شاء الله حياة سعيدة ان شاء الله ان شاء الله بلي قبل ورود رئاسة سعيدة ان شاء الله رئاسة سعيدة هو بطل صاير رئاسة كوميديا سعيدة تمثيل سيد الرئيس كش هكا مقطع تاع كوميديا ضحكنا فيه نحينا على خاطرنا ما عنديش دروك كيما قال شحال واش والله ما يوجد معليش الانسبيراسيون ما كاش والله ما يوجد ولا تكملي معليش معليش وعيه المسكين وما استعفاش طلع عندنا ديرك ديرو ديو بلعب بيت سهر بلعب بيت سهر صح سي فري كسهر وي بيان غير ديفي ليش طايح هذا سما قلبتها خلاص قلبتها مع هذاك هو الصح والله لا راني عيان معليش معليش بروشان فوا ان شاء الله نجيبو كي نجيبو لاكوب دافريك كي تجيب لنا لاكوب دافريك والله قلت لك والله باذن الله الى لاكوب دافريك ان شاء الله نجيبوها انا جيبها وقال لك من اليد بالماضي اليد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ولا لقيت لك دوكا فكره تفضل اهدر معاك هنا دير لنا باساج راك تهضر معاك هنا في تليفون شدي تليفون هاهدر هايك وسي عرفت تليفونك خلاص قالك ما هضريتك انا اسمع اها الو بيدك عطي له تليفون سامي خلاص عطاه اها هيا الو الو وي الو وي صافا صافا الحمد لله اي توا لا بس الحمد لله انا طوكي سي با بيو لا كي سي في اش في ريان اي بوكو باسكو جي ريان افير سي يا دي افير لا كوم كوا اي جو بار ان فرانس اي جو بار با لانجلتير نون فو بارتي ان فرانس سي ميو تا في Non, mais moi je préfère l'Angleterre. Pourquoi ? Je préfère l'Angleterre. Et pourquoi ? Parce que j'aime bien. Moi non, j'aime pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Ce que j'ai fait, j'ai pensé à toi, là. Je pense à toi. Et ta femme ? Elle fait quoi ? Qui c'est qui t'a dit que je suis mariée ? Oui, je sais que t'es mariée, t'as deux enfants. Non, non, je le gâte. Si, si. Et pourquoi tu mens? C'est vrai que tu as quatre femmes. Qu'est-ce que t'as dit là? Qu'est-ce que t'as dit? Tu rêves ou quoi? Non, je rêve pas, c'est la vérité. Non, j'ai pas de la vérité. C'est moi qui ai dit la vérité. Je connais pas cette femme. Non, mais ils m'ont dit que tu as quatre femmes. Mais qu'est-ce que t'as dit là? Dis-moi. Il y a des gens qui m'ont dit ça. J'ai trompé là. Non, non, ils se trompent pas.
J'ai pas de femme, je suis Ada, je cherche pour marier. Non, mais tu as de femme, tu as des enfants. Je t'ai dit, je n'ai rien, je t'ai dit. Ikram ou Bouchra, c'est qui? Ah, Ikram et Bouchra. Jira. Et celle qui faisait les yo-yo tout à l'heure? Ah, c'est... Non, c'est ma femme, mais... Oui, de... mais t'es... C'est ma femme de loin. Et pourquoi tu es en train de dire que c'est pas de femme? Non, alors là, ça y est, je dégage. Tout ça à cause de moi? tout ça à cause de moi? Comment? Tout ça à cause de moi? Oui. D'accord. سيد الرئيس حنا الشطوة سيد الرئيس خلاص ديري سيد الرئيس فور جبتها بصح ما يقولوا لك في الريجي حنا نشرطوا على كاهينا انا حابين الكورتاج دركا فوق الطابلة واه قلع اخا حمزة لا لا تكسر تكسر وانا يجي نسعي كبير كبير لا 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 طيب إلياس حبي غربة اليوم ما صافي بليزر والله يعطيك صحة على الكوميديا ديالك والله أنا المهم نشكر يبقى بيان لا فرانس سيد رايس وي جي غشتي 14 ans فرانس تخيب زيان جي على كل دازير نيس كان فلوجي سارابان سنتخوبي اي مارسيل دونك يعطيك الصحه سي درايس والله ما شبعناش منكم كامل لي تخوا والله ما شبعنا منكم مالوغوزمون قال انتيا ما نقدرش نشبع منك كاينه توجور بيان سور كانت معاهم دونك كما قلت لكم بيان سور قلت لكم كامل لي تخوا سي درايس انا نستناه انايا سي درايس انا نستناه يجيب لي لاكوب دافريك سي درايس ما على باليش بك لازم تجيب لنا لاكوب دافريك ان شاء الله تكون ان شاء الله بربي ان شاء الله ان شاء الله دونك حنايا ما علينا غنقولوا بقاو على خير يعني سي فريمون دوماج باسكو دائما ما نحبش كيما نقول لكم على شكل دي ديديكاس وي بيان سور شوفي ان بيك ديديكاس لخويا وصاحبي زينو وصاحبي قال لي زوطر قال الاخرين داكوغ هذا ما كيهو حنا ثاني واش قلنا الكلمه اخيره دوماج خلاص هذه لا ميسيون كان لي ميسيون هذه كانت بزاف فور ثاني ك ملي زام فيدي نشكر سيدي رايس والياس وسهيلة وكهينا ومازالوا ليامات ان شاء الله نتمنوا لك التوفيق كهينا واش غادي تقول لنا في الاخير انا واش نقول لكم مبروك علينا وان شاء الله مزيد من النجاحات وان شاء الله الكحله ندوها حنايا ومبروك علينا وبرافو ليفر ويعطيهم الصحه كي فرحونا ونشكر الضيوف تاعنا اللي جاوا اليوم بيان سور ونشكرك سهيله اللي تشاركيني اشاك فوا في نشاركوا اشاك فوا في تقديميتو ونقول مشاهدينا يلقاوناكم اشاك فوا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت وفي نفس القناه مع ضيوف جدد وموضوع جديد ونقول لكم تهلاو في روحكم تهلاو في الناس اللي تحبوهم واللي يحبوكم اي طولت كهينه طولت اسمنا واياس واش قلنا كلمه اخيره وشنو هما بالك الاعمال القادمه اللي عندك انا نقول لكم يعطيكم الصحه على الاستضافه هذه مع ليكيب تاعنا في قناه السابعه ان شاء الله يكون جديد يكون ضل عجب سيزون 3 ان شاء الله تكون فيها تكون ان شاء الله بنسبه كبيره ان شاء الله بنسبه كبيره تكون ولا تغيرت الاحوال هذاك المكتوب ربي ان شاء الله تكون باسكو لي ديمونداها الشعب وحنا اللي كان الدعم تاعنا الشعب وسيتام بليزير اقسم بالله حنا كي يتمشاو يهضروا معنا برا ولا واحد يجي يتصور معنا طفل صغير ولا اقسم بالله غير شرف كبير انا الحميد شوك ان شاء الله نزيدو نمدو لبلادنا وكيما جابوا لنا جمال بالماضي ومد ان شاء الله يزيدوا يمدوا لنا في مجالات واحد اخرين ان شاء الله ونخلوا الكلمه للسيد الرئيس الرئيس قبل ما يا الرئيس سيب خلوف سيب خلوف سيد الرئيس نشكرك انك جيت لعندنا اليوم ونشكرك على حسن يعني التلقائيات ديالك ونقول لك كلمه الاخت نقول لك بارك الله فيك على الاستضافه ونشكر الاخت كاهينه الله يسلمك نشكرك ولدنا سامي نتمنى لها سامي الصحه والهنا ونبلغ السلام الى ناجيه وعمر ونريمان مدير الانتاج تاع قناه الحياه وعلى راسهم السيد المدير حناشي ان شاء الله وحري عبد الناصر حري عبد الناصر 100% نشكروهم كاع هذا اليوم راح يديه لمصر انا وحيد لمصر واللي غادي يجيب لنا ربعه تاع البي خلاص هاي نروح احنا كاع دونك احنا نقليب دوري نشكركم كامل نقول لكم يعطيكم الصحه على هاد السويعه اللي دوزناها ولا غير كانت خفيفه هايله وثاني نشكر المنتخب الوطني نقول لهم يعطيكم الصحه فرحتونا بكيتونا وجيبوا لنا لاكوب دافريك جيبوا لنا لاكوب دافريك الله يعيشكم جمال بالماضي ويعطيه الصحه جمال بالماضي وي جمال بالماضي جمال بالماضي وجمال بالماضي الاصبح ايوه استريس ايوه
الدعوة قايمة بالقصبة في كليبين قالوا بالليل قليل وقلبوا ماركي شلت الشرعة طال هرب ملك الطاكلي علي فونس فونس اللي فينك بون شانس علي دونس دونس سويفي لا كادونس علي فونس فونس اللي فينك بون شانس علي دونس دونس سويفي لا كادونس علي فونس فونس اللي فينك بون شانس علي دونس دونس سويفي لا كادونس علي فونس فونس اللي فينك بون شانس علي دونس دونس سويفي لا كادونس جزائر الغالية يا الناس ما تسمعش الناس انت